انما اراده ربنا سبحانه وتعالى ان يظهر جبار فيظهر جبار تاني يخبطه عشان الضعفاء اللي زينا يقدروا يعيشوا. ايضا يعني نقطه تامل في حكايه الهرمون، ظاهره ان اعراض الانوثه تظهر على راجل مثلا، فصدره مش عارف يدور ويبقى مش عارف الأرداف ويبقى صوته ناعم ويبقى جلده حرير ويبقى ويبقى، أو العكس إن المرأة يطلع لها شنب ودقن وتبقى صوتها خشن. قطعا شفنا إن ده مرض هرموني، مرض في الغدد الصماء. إنما بقى الغريبة إن إحنا في عصر عجيب حاول يكرس الأمراض ويكرس الانحراف ويحتفل به ويعتبره بطولة. فتبص تلاقي مثلا يطلع دلوقتي موضات مثلا، من موضات من بيوت الموضة الكبيرة، تبص تلاقي يعملوا أزياء للستات بنطلونات واسعة وللرجالة بنطلون محزق. الموضات في الستات يقصوا الشعر وفي الراجل يطول الشعر، الرجالة مش عارف بلوزة مشجرة، الستات مش عارف بدلة كاملة. الله، ده يعني حاجة معمولة بالعنية، يعني يلبسوا الست لبس راجل ويلبسوا الراجل لبس ست، معمولة بالعنية بالقصد. وبعدين يظهر حكاية الدلايات والكرادين في رقبة الرجال، وبعدين أكثر من كده يبتدي بقى حكاية الميزامبلي والمش عارف الفرم الشعر والصبغات المختلفة للرجال. وبعدين يبتدي بقى نجوم الفن، تبص تلاقي مثلا واحد زي البوي جورج عبارة عن ولد عواطلي صايع مش عارف بيعامل بقه بالروج وخدوده بالأحمر وعامل شعره مش عارف ضفاير وعامل لابس سوتيان ولا صدره مش عارف ايه وأردفه ايه وعمال يتقصع. الله، ويقول لك ده معجزة العصر. معجزة العصر ايه؟ يعني أكنهم بيكرسوا الانحراف ويحتفلوا به ويعتبروه بطولة ويحطوه للشباب كما لو كان قدوة. ده القدوة. وكذلك مايكل جاكسون وكذلك الموجة كلها الموجودة، يعني تحس ملهاش تفسير إلى إن وراء الحاجات دي كلها إيدين خفية بتشتغل، عاوزة تخرب الشباب كله، عاوزة تحطم الجيل تماما. طبعا ما فيش قوة لها مصلحة بالشكل ده إلا القوة الصهيونية اللي عاوزة تنفرد بالحكم فتحطم جيل الشباب كله، لأن الشباب هو اللي هيبقى فيه بعد كده، الشباب هو اللي بعد كده هيبقى الحكومات والملوك والرؤساء والوزراء، هم الشباب الصايعين دول. فلما يبقى كله بالشكل ده خلاص، يبقى ما أسهل إن أي قوة صهيونية مدربة ماكرة تقدر تمسك العالم كله. طبعا في مؤشرات تدل على إن الكلام ده صح، يعني مثلا هل هي صدفة إن يطلع مايكل جاكسون مثلا زي ما قرينا في الأخبار عضو في جمعية شهود ياهو؟ جمعية شهود ياهو معروف إن هي مع هي وجمعية برج المراقبة وبناي بارس والحاجات دي كلها جمعيات صهيونية ماسونية معروف يعني. فدي مش مصادفة إن يطلع عضو في هذه الجمعيات الشاب اللي هم عاملين يزقوه يحطوه في الواجهة ويعملوه نموذج للشباب يحتذى. وبعدين في النهاية يعني هي في باطنها ثورة وتمرد على الله سبحانه وتعالى، ثورة على الفطرة. ربنا بيقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. دول بيحاولوا يثوروا على الفطرة ويبدلوا الخلقة ويحولوا الراجل لست والست الراجل. فدي كلها يعني مؤامرات خطيرة جدا، لابد ان الوعي يتصدى لها والفن يتصدى لها والرقابة تتصدى لها. وفي النهاية المقياس ايه؟ المقياس بتاع كل شيء فطرة ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا فطر عليها الكون وفطر عليها الإنسان وكل المخلوقات. فكل ما التزمنا بالفطرة وكنا أكثر قربا من قانون الله سبحانه وتعالى فحنبقى في خط السلامة، ونرجو باستمرار أن نحافظ على خط